بنتي اشتغلت راقصة بوحدة من الملاهي الليلية. بنتي وما ضم عليكم كانت تفتح لايف بالليل وأسمعها تحكي ويا هواية ناس ولد وبنات، وكنت أسألها منو دولة وشنو الموضوع؟ تقول لي دولة أصدقاء وزملاء، أحسن ما أتعرف على ناس حقيقيين، الدنيا مو خوش دنيا. هذا كان أقوى شي سوته حقيقة، نبهتها وما كان عاجبني الموضوع. وبيوم من الأيام رجعت من شغلي بنتي مختفية، ما خلينا لا مراكز شرطة لا مستشفيات، ما بقى مكان وما دورنا بي. حقيقة ما كنت أنام الليل، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تلهيني على أمل ألقى بنتي. وأنا ودا أقلب بالتيك توك بيوم من الأيام انصدمت بنتي قدامي ترقص بوحدة من الملاهي الليلية وقبل للشرطة، وحددوا لي مكانها واسم النادي الليلي هذا. واني هسه رايحت لها، ما اعرف شلون حواجهها وش راح تكون ردة فعلها. انصحوني وادعوا لي اقدر اتمالك نفسي بهذا الموقف.